بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والولاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة تدبر القرآن الكريم ومع التدبر ديال الآية 113 من سورة هود. سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ماشي من الضروري حتى تكون ظالم عاد يستحق الإنسان العقاب ديال النار. يكفي أنك تحب الظلمة وأنك تصفق الظلمة وأنك تقر الظلمة على ذاك الأفعال ديالهم، فسيحشر الله هؤلاء مع الظلمة. وهنا مثال ديال واحد في زمن من الأزمنة سيخيط الجلالب الحكام ظلمة، وجاء عند واحد العالم قال لي: أنا تنخيط، تيقلب على التبرئة ديال الدين ديالو، أنا تنخيط الحكام الجلالب ديالهم. واش أنا داخل في قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ قال لي العالم: لا، أنت ما دخلش في الذين يركنون، أنت من الظلمة. هذاك اللي تيبيع لك الخيط وتيبيع لك الصبرة هو اللي ركنا، أما أنت اللي تتخيط لهم باش يتقساو فأنت من الظالمة. فنردوا البال عندك نركنو. فإذا كنت ما تتستطعش باش تغير المنكر، إياك أن تصفق لأصحاب المنكر، إياك أن تقر الظالمة على ما أنتم على ما هم عليه، وإلا فستكون أنت ظالما والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.